يا اهلا وسهلا، مساء الخير على حضراتكم. طبعا بدايه لازم ارحب بكل جماهير نادي الاهلي اللي بتتابعنا وبتبدا معانا يوم جديد، حلقه جديده السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهارده العنوان الاساسي والاهم والابرز هو مصر والجابون، صلاح اوباميانج، مباراه ينتظرها المصريين على امل انه الفرقه تصالحنا وانه الجهاز الفني صالحنا بعد اداء خليني اقول ما كانش على مستوى طموحات جماهير الكره في مصر في لقاء اول امام انجولا. الحقيقه يمكن ماتش النهارده في منتهى الاهميه، اولا لانك بتلعب بره ارضك، ثانيا لانه المستوى اللي ظهرت بيه تشكيله المنتخب او شكل المنتخب في المباراه الاولى مش مطمن المصريين. خدوا بال حضراتكم واحنا بنتكلم على بطوله او على مشاركه المصريين في كاس العالم، هو حلم المشاركه في حد ذاته حلم متواضع جدا، احنا مش طالبين كتير. المصريين مش عايزين يفوزوا بكاس العالم، مش عايزين يوصلوا للمباراه النهائيه ولا الدور قبل النهائي ولا حتى دور الثمانيه، احنا عايزين نشارك ونقدم عروض كويسه مش اكتر ولا اقل. ايه اللي اتغير في المنظومه من 20 سنه؟ يعني خليني، انا مش عايز ابقى متشائم ومش عايز ابقى سلبي في يوم المباراه، لكن انا الحقيقه بقى يعني بتكلم مع الناس وبسمع منهم، ويمكن يكون كلامي ده رد فعل على اللي بسمعه منهم. المنظومه اللي بقى لها يمكن 20 25 سنه تتغير فيها اسماء وتمشي مجلس ادارات ويجي مجالس ادارات جديده، تمشي الجان وتيجي الجان، ايه اللي اتغير فيها؟ ايه اللي اتطور في نظام الكره في مصر؟ المنظومه حصل فيها ايه؟ البصمه، الخطه، الرؤيه. انا شايف انه مفيش حاجه حصلت. يعني كل سنه لما تيجي تبص للميزانيات وحجم الانفاق سواء اللي بتصرفه الانديه على صفقات لاعبيها، الارقام اللي بيتقاضاها اللاعبين، الارقام اللي بياخدها وكلاء اللاعبين، الارقام اللي بينفقها اتحاد الكره المصري على كره القدم في مصر، تعال نشوف الميزانيات كده ونقارن ده بالمردود. الاهلي يغرد منفردا، دي قصه ثانيه. الاهلي كنادي، نادي بيحقق بطولات عالميه، بطولات قاريه، بيشارك، بيكسب، بيحقق ارقام كبيره جدا من ورا البطولات اللي بيحققها، وبالتالي عنده قدره على استخدام البراند بتاع النادي الاهلي، رعاه، عنده قدره على تسويق اسم النادي الاهلي، تسويق لاعبين للخارج، وبالتالي ميزانيته تسمح له بده. لكن انا بتكلم على منظومه الكوره في مصر. انفقنا على الكوره كل حاجه بقى، معسكرات باعداد، ببنيه تحتيه، بملاعب، بفار، بحكام ومدربين واجهزه فنيه وعقود لاعبين، قد ايه في 20 سنه؟ مردود ده كان ايه في النهايه؟ في حد طرح السؤال ده؟ في حد فكر كره في مصر في خلال 10 سنين محتاجه قد ايه عشان توصل لايه؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده روسي بالنسبه لاغلب الناس اللي قائمه على منظومه الكره في مصر. خليني طبعا هنتكلم في مباراه مصر والجابون، والنهارده بيشرفنا واحد من نجوم الكره في مصر، طبعا واحد من نجوم السابقين في النادي الاهلي، كابتن خالد جدالله هيكون ضيف علينا في السادسه. هنفتح معاه مش بس ملف مصر والجابون ومشوار تصفيات كاس العالم، لكن كمان هنقول لحضراتكم اخر التطورات فيما يخص النادي الاهلي وعودته مره ثانيه واستئناف تدريباته وطبعا عوده مستر موسيماني. خليني ابدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم اخبارنا وعناوينها. مجلس الاهلي يجتمع بالجزيره لمناقشه العديد من الملفات. موسيماني يعود من جنوب افريقيا الثلاثاء لقياده تدريبات الاهلي. الاهلي يضع برنامجا بدنيا لتجهيز بيرسي تاو وسوني. منتخب مصر في مواجهه ساخنه امام الجابون الليله في تصفيات كاس العالم. ولوكاكو لا تقارنوني برونالدو. خليني ما اروح مع حضراتكم لكلمه مهمه جدا فيها عدد من الرسائل اللي بتوضح طبعا اهتمام كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بفرقه وبابطاله وبنجومه. طبعا الكلمه دي قالها كابتن الخطيب او وجهها كابتن محمود الخطيب لابطال النادي الاهلي في كره اليد اللي حققوا بطوله كاس كؤوس افريقيا. هنتابع مع حضراتكم الكلمه ونرجع لكم بعد كلمه كابتن خطيب مباشره في السادسه. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طبعا في البدايه ألف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطولة كانت غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة طويلة. مكسب البطولات ده رجالة بيبقى مسؤولية أكبر. لأن أنتوا كده بتقولوا للناس إحنا نقدر. وأنتوا فعلاً تقدروا. أنتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانية. وتقدروا تضيفوا كؤوس تانية. وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. أنتوا تقدروا تعملوا كده. لناديكم وباسم ناديكم وتاريخه وبامكانياتكم انتوا كمجموعه.
لان امكانياتهم كبيره جدا واحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطوله الدوري على جول واحنا في الملعب وانتوا تقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث ايام او اربع ايام وانتوا عملتوا كده وقلت لكم المستقبل ليكم وانتوا فعلا المستقبل ليكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بقى ابتديتوها بدري ببطوله قاريه كبيره علشان كده المسؤوليه بقت زياده عليكم انتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تخلي تساعدكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب وانتوا المواهب اللعبه دي وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفتره اللي جايه دي ازاي يكون البطوله جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجه شيء من يعني القوه تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات باذن الله تزيد. لو احنا كمجلس اداره كل زمايلنا في مجلس اداره عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر وانتوا اهل المسؤوليه دي وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده. فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجه اعتقد مناسبه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت او يعني السنتين اللي ورا بعض دلوقتي. هتكون النسب دي ان شاء الله تبقى افضل بكتير وتبقى لان انتوا تستحقوا ده. انتوا تستحقوا ان احنا يكون المجلس دار النهارده يكون كل المجلس بيتكلم ازاي نقدر نكافئ الاولاد وازاي نقدر نكافئ اللي عددنا. والمكافاه دي مش علشان ده المجلس بيمين لا ده حقكم. حقكم طول ما احنا ماشيين في سعاد جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لاضافه تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهارده في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا الكابتن طارق كان لعيب زيكم. لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا. كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا وهكذا كل الزملاء المداريين الموجودين يعني. فيا جماعه تاني الف مبروك. وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن ياسر الكابتن ياسر الرملي عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الاضافه او ما تم خصمه ده يتعاد تاني طالما انتوا على قدر هذه المسؤوليه وبهذه المسؤوليه انتوا اسعدتوا بيها الناس. من كلمه اسعاد الناس دي الناس منتظره انها تساعدوهم اكتر. وعندكم ما هو قادم امر مهم وبطولات مهمه لازم تاخدوها بمنتهى الجديه. منتهى الجديه، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجاله. مهم جدا. لان انا النهارده جمهورك بيبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عامله ازاي. مش جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان. وانت نفسك كلاعب، احنا كلنا كنا لعيبه زيكم كده، كنا بنقعد برضه مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، ادائك، تركيزك الناس بتحس بيه. تحس انت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا انت مقصر. وانا اعتقد ان انتوا دلوقتي كده من الوشوش اللي انا شايفها دي كده انتوا عايزين تطلعوا اقصى حاجه عندكم. ده اللي احنا منتظرين منكم ان شاء الله. مره ثانيه الف مبروك. دكتور سعد انت عندك حاجه ثانيه؟ ترتيبكم ايه؟ ترتيبكم ايه للموضوع؟ ودي يا جماعه بس هي حاجه بسيطه ديت بمناسبه الفوز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه للانديه لكره اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الاداره فكروا ازاي يكون في تكريم للمناسبه دي تحتفظوا بيها في بيوتكم ان شاء الله. تاني بنشكركم على ادائكم
بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم، ومنتظرين منكم ان ده يبقى زياده ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب. طيب خليني اخد حضراتكم في البدايه لاجتماعين مهمين. الاول، الاجتماع الاول هو اجتماع مجلس اداره عقد النهارده تحديدا الساعه 3 عصر اليوم بمقر النادي في الجزيره عشان تتم فيه مناقشه عدد من الامور الخاصه بالنادي الاهلي سواء على الصعيد الرياضي او على الصعيد الانشائي. كمان الحقيقه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. الاجتماع ده هدفه مناقشه عدد من المقترحات واستراتيجيه عمل المؤسسه خلال الفتره اللي جايه تمهيدا لعرضها على مجلس الامناء في الاجتماع المقبل. وحضر الاجتماع ده كل من الدكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، دكتور محمد الصبان مستشار مجلس اداره لتكنولوجيا المعلومات، الاستاذ حازم هاني مستشار مجلس الاداره للموارد البشريه، ودكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وسامح واصف مساعد المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. يمكن خلال الاجتماع تم استعراض أو استعرض مسؤوله مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الأخيرة للبناء عليه وتنميته في خطة العمل المستقبلية للمؤسسة بالشكل اللي حقق خدمة متميزة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي وفقا طبعا لتوجهات مجلس الإدارة. خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتعرف على تفاصيل اكتر. هنشوف لقاءين الحقيقه، اللقاء الاول مع دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ولقاء تاني كمان مع اللواء دكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، ونرجع لحضراتكم في السادسه مره ثانيه. الاجتماع النهاردة كان في غاية الأهمية في حضور أول لقاء ما بين المجموعة كاملة في حضور السيد الأستاذ الدكتور حسن المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي المجتمعية، وهو واحد من القامات الكبيرة في نطاق العمل المجتمعي في الحياة بالإضافة لعمله الرئيسي كأستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية. وفي الحياة احنا استفدنا بخبراته كبير بشكل كبير جدا في الفترة السابقة، وصدر قرار من مجلس الإدارة باختياره لمؤسسة الأهلي المجتمعي. كان في تصور بيتعرض على كابتن محمود النهارده في حضور مجموعه من الخبراء اللي بنستعين بينهم دايما، الاستاذ الدكتور محمد مستشار مجلس الاداره للشؤون التقنيه، ايضا الاستاذ حازم هاني وهو واحد ايضا من الخبراء في مجال الموارد البشريه، عشان يبقى في هيكله كامله وشامله. واعتقد ان كان في تصورات عرضها الاستاذ الدكتور حسن ان شاء الله هتستمتعوا بيها والتصورات اللي هيقولها لحضراتكم. بصراحة أنا اتشرفت من فترة لما كابتن محمود عرض عليا المنصب، وقعدنا قبل كده كذا اجتماع، والنهاردة كان الاجتماع تقريبا شبه النهائي بعد ما حطينا الخطوط النهائية للمبادرات اللي هتقوم بيها أول جمعية أول مؤسسة لنادي في أفريقيا. يعني قبل كده كان في مبادرات في يوروب في, في, في أوروبا، لكن دي أول مبادرة في أفريقيا. وبصراحة دايما النادي الأهلي سباق في كل جديد واللي يفيد جميع أطياف المجتمع. المؤسسة دي تهدف نمرة واحد واثنين وثلاثة للرياضة وعلاقة الرياضة بكل المجتمع، علاقة الرياضة بالصحة، علاقة الرياضة بالتعليم، علاقة الرياضة بتحسين الأخلاق والارتقاء بالمستوى الثقافي والرياضي لجميع أطياف المجتمع، مش أهلاوي ولا أي حاجة ولا أي نادي آخر. احنا لكل واحد طالب ان احنا نساعده هنساعده. وطبعا في حاجه تانية مهمه جدا، ان احنا لازم بنشارك اعضاء النادي الاهلي في طلباتهم واحتياجاتهم اللي احنا نقدر نساعدهم فيها. بصراحه هي كانت فكره محترمه وممتازه، واحنا لسه جاري العمل على الشكل النهائي، بس النهاردة حسب تعليمات الكابتن محمود وصلنا لتقريبا الشكل النهائي اللي إن شاء الله هيتعرض على مجلس الأمناء قريبا.
امبارح عرضنا على حضراتكم في السادسه اختياراتكم لافضل 3 لاعبين في مباراه اسوان، ومباراه اسوان كانت المباراه الختاميه لشهر اغسطس، وبالتالي هنعرض على حضراتكم النهارده نتيجه اختياراتكم لافضل لاعبي النادي الاهلي في شهر 8 شهر اغسطس اللي كان الحقيقه عن جداره واستحقاق واكتساح حسين الشحات. واحد من افضل الشهور اللي قدم فيها حسين الشحات مستويات مميزه جدا في كل ماتشات الاهلي في شهر 8، وخلينا نستعرض مع حضراتكم ارقام حسين الشحات في مشاركاته مع النادي الاهلي. بدايه طبعا احنا بنتكلم على عدد مشاركات 7 على 7، 7 ماتشات من 7 ماتشات ب 589 دقيقه لعب، قدر ان هو يحرز هدفين، واحد في مباراه الاهلي والمصري والهدف الثاني كان الاهلي مع الجونه. صناعات الاهداف ثلاث صناعات اهداف لحسين الشحات، يعتبر الاكثر في الفريق في خلال شهر 8. صناعه الفرص 12 صناعه فرصه، ويعتبر ثاني اكثر لاعب في فرقه النادي الاهلي بعد مجدي قفشه. التصويبات على المرمى 15 تصويبه، منهم 7 تصويبات بين الثلاث خشبات. تمريرات صحيحه 312 تمريره، منهم 230 تمريره صحيحه بنسبه دقه 74%. التمريرات البينيه 22 تمريره، وبرده يعتبر في المركز الثاني بعد محمد مجدي قفشه. خليني اقول لحضراتكم عدد النقاط اللي حققها حسين الشحات في شهر 8، 12 نقطه نتيجه فوزه بالمركز الاول طبعا طبقا لاختيارات حضراتكم في 4 ماتشات تالق فيهم بشكل كبير جدا، في مباراه المصري ومباراه الجونه ومباراه سيراميكا ومباراه دجله. 12 نقطه دفعهم الشحات لرصيده في جدول الترتيب العام عشان يقفز قفزه نوعيه في شهر 8 ويوصل رصيده ل 22 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب كأفضل كسادس أفضل لاعب في الأهلي أو تشكيلة الأهلي في الموسم الحالي، الموسم الطويل والشاق اللي ابتديناه مع حضراتكم. ده الهدف اللي أحرزه في المصري، ودايماً أهداف الشحات الحقيقة يعني لازم يبقى فيها لقطة، لازم يبقى فيها تابلو، لازم يبقى فيها تركة. فالحقيقة مباراة المصري شهدت واحد من أهداف حسين اللي مش متعودين عليها، يعني اللي تحس انه دايما ده طبعا هدف طاهر الاولاني في مباراه الاهلي والمصري، واحده من الماتشات اللي كان النادي الاهلي فايق فيها قوي، وواحده من الماتشات اللي الاهلي لعب فيها جيم محترم جدا مع فرقه تقيله، مع فرقه المصري الحقيقه السيزون ده مع علي ماهر عامله طبعا ده جون من زاويه مستحيله، من زاويه مستحيله، لكن اختراق في الوقت اللي كله مستني العرضيه، حسين فكر وقرر ونفذ بمنتهى الدقة عشان يحط جون في خدوا بالكم الجون ده في منتهى الصعوبة. دي طبعا بقية أهداف المباراة. هدف أكتر من رائع لحسين الشحات، أسيست طبعا لكهربا، وكهربا بيفنش الكرة بمنتهى السهولة، هدف ثالث للنادي الأهلي. ده ماتش الجونة طبعا، المباراة كانت صعبة وبايخة وشدت اعصاب لجماهير النادي الاهلي، لكن ده ما منعش ان حسين حط هدف اكتر من رائع، استقبال تحرك، والتحرك هنا هو الهدف الحقيقه، تحرك حسين وانتظاره للكره في منطقه عاميه بالنسبه لمعظم المدافعين. حسين الشحات يحط تاني اهدافه في شهر 8، نتمنى انه يكمل مشواره على نفس المنوال، وانا شايف ان حسين كمان لسه عنده، صحيح هو تريد مارك شهر اغسطس، لكن الحقيقه انا شايف ان حسين كمان ان شاء الله الموسم الجاي عنده افضل من كده، وان شاء الله تبقى انطلاقه قويه جدا في سواء المتبقي من الموسم ده اللي احنا لسه مش عارفين له معالم، او ان شاء الله مع بدايه الموسم الجاي. ابتدينا مع حضراتكم في شهر 12 بمشوار النادي الاهلي في الموسم الجديد، وتعالوا نتابع مع حضراتكم اختياراتكم في الشهور التسعه اللي لعبناها الموسم ده، والبدايه مع شهر ديسمبر الانطلاقه. كان لاعب شهر ديسمبر في النادي الاهلي هو علي معلول. لعب شهر يناير في النادي الاهلي كان وليد سليمان. فبراير كاس العالم للانديه تالق شديد جدا وكان الشناوي هو لاعب شهر فبراير. شهر مارس كان المخيف محمد شريف اللي تالق بشكل كبير جدا وما زال يتالق الحقيقه مع النادي الاهلي. ابريل ومايو كانوا سيطره للدبابه الماليه، شهر ابريل وشهر مايو اتكتبوا باسم المالي اليو ديانج. شهر 6 كان النجم الصاعد الواعد اكرم توفيق اللي قدم واحد من احسن مواسمه، واعتقد اوراق اعتماده بشكل كبير جدا لجمهور النادي الاهلي. شهر 7 كان مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه تالق بشكل كبير جدا وداخل الحقيقه بينافس بقوه جدا على لقب افضل لاعب في الموسم. وشهر 8 زي ما قلنا لحضراتكم كان حسين الشحات. نتكلم اكتر على الكره البرتغاليه مع حضراتكم في السادسه، هنتكلم على
كريستيانو رونالدو وانتقاله طبعا لمانشستر يونايتد، وهنتكلم على جوزيه مورينيو، وهنتكلم على فرص بورتو البرتغالي وسبورتنج لشبونه في دوري الابطال. هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس لويس ماتياس، صحفي بجريده وقناه ابولا البرتغاليه. بدايه برحب بيك وبشكرك على وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي. You're welcome. I'm pleased to do it. شكرا لكم، مرحبا. بداية هبدا معاك بصفقة يمكن ما كانش كتير من الناس متوقعينها، يمكن حتى لما كان في كلام عن رحيل كريستيانو رونالدو من اليوفي كانت الوجهة الأقرب لي، وكان كلام كله على انه الصفقة في طريقها لانها تتم مع مانشستر سيتي، وفوجئنا بين يوم وليلة في يعني في وسط الميركاتو بانتقال او عودة بقى مرة تانية كريستيانو رونالدو لبيته الأول في مسيرته الاحترافية مع مانشستر يونايتد. كان ده متوقع بالنسبة لكم بداية، وإزاي بتشوف أثار الصفقة دي على مشوار كريستيانو رونالدو؟ حسنا، يجب أن يقول أني لم أراها مفاجأة. رونالدو كان لديه خيارات كثيرة، وكان أيضا لديه دي اس جي ولديه أكثر من نادي، ولكن هذا هو خيار جيد جدا لكريستيانو رونالدو. البرتغاليين بالطبع ربما لم يتوقعوا الأمر، لأن مانشستر يونايتد لم يحتاج لمهاجم في المقام الأول، فمانشستر سيتي هو الذي احتاج مهاجما لديه جابرييل خيسوس فقط، فكان التوجه لمانشستر سيتي. لكن بالنسبة لكريستيانو، فكرة أن يلعب كمهاجم كان الأمر مرشح أكثر لمانشستر سيتي. عقلية كريستيانو رونالدو بتميل أكثر لفكرة التتويج بالألقاب، ومانشستر يونايتد غايب عن منصات التتويج بقاله فتره طويله، حتى السنه اللي فاتت خسر اليوروبا ليج وخسر كمان البريمير ليج لصالح المان سيتي. كان المتوقع او كان المنطقي اكتر، وجهه نظر يعني بتقول انه منطقي اكتر انه يروح لمان سيتي او يروح لبي اس جي، بما ان هم الفرق دي اللي عندها قدره او عندها حظوظ اكبر في المنافسه على الالقاب والبطولات. بالطبع ليس الأمر كذلك. حينما تقرر أن تذهب لمانشستر سيتي أو بي اس جي، حينما تكون في قمة مستواك وتريد أن تحصل العديد من الإنجازات، ولكن الأمر الآن منطقي أكثر أن تذهب لفريق هو الأكثر شهرة والأكبر في دولته. لديك الآن في مانشستر، في باريس سان جيرمان، لديك العديد من اللاعبين الرائعين، ولديك ميسي، فمن السهل عليهم أيضا أن يتواجوا بلقب نهائي أو بلقب دوري الأبطال أوروبا. لكن أعتقد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لرونالدو، لا ينظر الأمر من هذه الصورة. أعتقد أن مانشستر يونايتد يحتاج للقليل للوصول لهذه الدرجة في الفترة الحالية. بالنسبة لكريستيانو، هو يبذل أقصى ما لديه بالنسبة للفريق، وسيفعل ذلك مع مانشستر. طب قبل ما أسألك عن توقعاتك لمشوار كريستيانو مجددا مع المان يونايتد، لابد كمان افهم منك كواليس انهاء العلاقه بين كريستيانو واليوفي، لانه من الواضح طبعا انها ممكن، او في بعض الكلام على انه الاسباب كانت ماليه بحته، وفي بعض الكلام برضو تطرق لانها وجهه نظر فنيه لاليجري بعد ما تولى المسؤوليه في اليوفي. اي وجهتين النظر اقرب، وليه انتهت العلاقه بالشكل ده من وجهه نظرك؟ أعتقد أنه أمر خاص بالطموح. رونالدو يريد أن يكون في منظومة لديها طموح أكبر.
لا أعتقد الأمر خاص بالمدير الفني فقط، ولا أعتقد أن العلاقة بينهم العلاقة سيئة. ممكن أن نقول أن الكيمياء بين الاثنين أو التناغم بين الاثنين ليس على المستوى، لكن العلاقة ليست سيئة على الإطلاق. ورونالدو لم يكن يشارك كثيرا في الفترة الأخيرة. بمناسبة توقيت الصفقة، خليني أسألك يعني، وبعد رحيل ميسي عن برشلونة اللي كان يعني صدمة كبيرة جدا لعشاق البارسا، هل كان في إمكانية أو كان ممكن يكون احتمال وارد إن احنا نشوف كريستيانو رونالدو بألوان البارسا، ولا ده شيء من المستحيل من وجهة نظرك إنه يحصل؟ لا أعتقد أن برشلونة كان سيحتاج كريستيانو رونالدو. أعتقد أنك تركت ميسي يرحل بالفعل، والأمر خاص بالمال، فبالتالي هذا لم يكن أمرا مطروحا، ولم يكن الأمر، إذا لم تستطع أن تدفع لميسي فلن تستطيع أن تدفع لرونالدو. تسمح لي أختلف معك في الجزئية دي، لأنه أعتقد حتى أن القيمة المالية لرونالدو في الدوري الإنجليزي وفي مانشستر يونايتد ما بتعتبرش القيمة الأكبر، وما أعتقدش أنه هدف رونالدو في التوقيت الحالي أو الأولوية رونالدو في التوقيت الحالي هو المكسب المادي أو الأجر العالي مقارنة بوصول لمنصات التتويج أو تحقيق بطولة زي تشامبيونز ليج أو المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم. نعم، لكن هذا الأمر، هذا لم أكن أتحدث عنه، أنا أتحدث عن برشلونة من جانب برشلونة. الأمر كان خاصا بالمال. أعتقد أن راتب رونالدو حتى الآن سيكون كثيرا على برشلونة والليغا. طيب أسيب ملف رونالدو وأروح لجوزيه مورينيو، واحد كان من أقوى وأشهر المدربين أو المدير الفنيين على مستوى العالم. انطفأ البريق لفترة مش طويلة، يعني أعتقد أنه أكثر من تجربة يمكن آخرها مثلا على سبيل المثال مع توتنهام ما كانتش تجربة ناجحة قوي، وقبلها برضو بعض التجارب اللي ما وفقش فيها بشكل كبير. هل تتوقع أنه مع إيه روما جوزيه مورينيو قادر على استعادة توهجه، قادر على استعادة مشواره الناجح اللي بدأه الحقيقة بشكل مبهر مع عدد كبير من الأندية، منها الإنتر ومنها طبعا ريال مدريد؟ ليس من السهل أن نقول ذلك. فروما نادي جيد لكنه يكافح. لديه مجموعة من اللاعبين جيدة لكن ليست التي تحقق المستوى المطلوب. أعتقد أن جوزيه مورينيو لديه المؤهلات المطلوبة لذلك، لكن ليس لديه النجم الكبير في إيه روما ليفعل ذلك أو يعتمد عليه. وأعتقد أن العمل الجماعي جيد، لكن الأمر ليس كما كان في السابق بالنسبة لمجموعة اللاعبين التي كانت لديه في الأندية من قبل. لا أعتقد أنه، لكن جوزيه مورينيو تحديدا نجح بتشكيله كانت تقريبا مجهوله الهويه بالنسبه للكره في اوروبا، نجح مع بورتو في التتويج بلقب الشامبيونز ليج. هل تعتقد انه قادر على انه يكرر التجربه مره ثانيه مع روما، او على الاقل تقدير على مستوى البطولات المحليه في كالتشو الايطالي على سبيل المثال؟ لا اعتقد ان هذا الامر مرجحا بالنسبه لروما ان يفوز بالكالتشو هذا الموسم. أعتقد أنه لا زال يحتاج لبعض اللاعبين. طيب إذا كنت متشائم فيما يخص جوزيه مورينيو أو تجربته مع روما، خليني أسألك على موسم بالنسبة للأندية البرتغالية سبورتنج لشبونة بورتو ومشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، إلى أي مدى تتوقع أن هم يوصلوا؟ هل في احتمال أنه فرقة من الاثنين تقدر تنافس أو توصل يعني لمدى بعيد في بطولة الشامبيونز ليج؟
أيضا لدينا بنفيكا، لدينا ثلاثة فرق، أعتقد أن ثلاثة فرق حتى الآن من دولة واحدة. هذا الأمر جيد جدا، وأعتقد أن بورتو لديه فرصة ليصل لأبعد نقطة. أعتقد أنه يستطيع أن يحصل أكبر عدد من النقاط في المجموعة. عفوا، لدينا فريق ثالث في اليوروبا ليج، ليس في الشامبيونز ليج. أعتقد أن الفرق لديها مجموعة متكاملة، وخصوصا بورتو. أي نعم، المجموعة صعبة نوعا ما، لكن بورتو فريق تنافسي جدا، والمجموعة تنافسية، واستطيع أن يفعل ذلك. أعتقد الوقوع مع مجموعة هذه الأمر صعب، لكن بالطبع لديك فريق يستطيع أن ينافس ولديه فرص كبيرة، والفرق البرتغالية حاليا فرق قوية في مقابلة الفرق المنافسة. رونالدو ترك اليوفي وميسي ترك برشلونة، هل تعتقد أنه واحد من الاثنين قادر على المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم، ولا تتوقع أنه يظهر اسم جديد؟ هذا العام حسنا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنا، لا أعلم في الحقيقة. أعتقد أن الأمر صعب على ميسي أو رونالدو أن يصل في لقمة الأمر مع بي إس جي أو مع مانشستر يونايتد، لكن هما لم يريد ذلك كما يتضح. إذا أردت ذلك فعليك أن تؤدي موسما استثنائيا في ظل الظروف الحالية. لويس ماتيس الصحفي بقناة أبولا البرتغالية، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق طبعا للأندية البرتغالية في مشوار صعب ومش سهل على الإطلاق. يبقى على حسب شهادته أنه الطموح، وأنا بقلق من كلمة الطموح دي، الطموح هو كان الدافع الأول لكريستيانو رونالدو أنه هو يسيب اليوفي وانتقل لمانشستر يونايتد، لكنها عودة مرة تانية لنجم كبير جدا لبيته. والأولد ترافورد الحقيقة شاهد بدايات تألق كبيرة جدا لنجم البرتغالي، وأعتقد أنه الإضافة دي أو الصفقة دي أعتقد هتساهم مش بشكل كبير بس في قدرة مانشستر يونايتد على تحقيق الألقاب والبطولات، لكن كمان هتساهم في حلاوة المنافسة في الدوري الإنجليزي اللي يظل الحقيقة أكتر دوريات أوروبا امتاعا. كلام كتير عن منتخب مصر على ماتش النهاردة مع الجابون، على فرص منتخب مصر في الوصول والتأهل طبعا لكأس العالم مع والنادي الأهلي. طبعا هنتكلم على الصفقات الجديدة، ونتكلم على برنامج لإعداد تاو وسوني، هنتكلم على عودة وتصريحات المدير الفني طبعا بيتسو موسيماني مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن خالد جدالله، هيكون ضيف علينا في السادسة بس بعد الفاصل. ساعتين بيفصلونا عن مواجهة مصر والجابون، تاني مواجهات المنتخب المصري في مشوارنا إن شاء الله، إن شاء الله نتمناها كده، التأهل لكأس العالم، وحلم أنا شايفه مش بعيد المنال. الإمكانيات اللي عندنا تسمح لنا بده، المواهب اللي موجودة في تشكيلة منتخب مصر تسمح لنا بده. غاب الأداء، غابت يعني القوة الشخصية بتاعت منتخب مصر في مباراة أنجولا، وأنا حذرت من أنجولا الحقيقة، قلت لحكم ما تستهينوش أبدا. ما فيش أسماء من العيار التقيل، لكنه منتخب عنده مواهب محترمة جدا، وقد كان وظهر الحقيقة بشكل كويس جدا على أرضنا وعلى ملعبنا، وأحرج، خليني أقول رغم أن النتيجة صحيح لصالحنا وحطينا 3 نقاط في حصيلتنا، لكنه أحرج المنتخب المصري، وأكد أنه هيكون منافس قوي جدا على صدارة المجموعة. ماتش النهاردة ظروف مختلفة، بتلعب بره أرضك، بيرجع لك للتشكيلة قوة ضربة، بشوف محمد صلاح وجوده النهاردة في المباراة مهم جدا. لكن خلينا نتكلم على رؤية بقى كابتن خالد جدالله نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر طبعا في ماتش النهاردة، مواجهة صعبة بكل المقاييس، ومش بس ماتش النهاردة كمان، هتكلم معاه على المشوار ككل. مساء الخير كابتن خالد. مساء الخير يا أحمد، أهلا وسهلا، منور الدنيا. منور بيك، الله يخليك. قبل بس ما أدخل على جابون النهاردة، عايز أخد تقييمك. أنا يعني احترم جدا وجهة نظرك، وعارف انك راجل يعني مش تكلم في اراء شخصية، لكن تكلم بتحليل موضوعي وعلمي ومنطقي. رأيك في المواجهة الاولى لمنتخب مصر في انجولا، وتأثيرها او دلالتها
من وجهة نظرك برضو على مشوار مصر في تصفيات كاس العالم؟ يعني بالنسبة للماتش اللي فات زي ما انت قلت شخصية منتخبنا ما بنتش، وده طبعا ليه أسباب. يعني منتخب ملوش أي تجمعات، مفيش معسكرات، مفيش شغل بيحصل قبل الماتشات. فأنا من وجهة نظري لما بنلاقي العرض مش يعني أقدر أقول عليه متواضع، هو ده بسبب ان مفيش معسكرات، الجهاز الفني مش قادر يشتغل، ما عندوش الوقت ان هو يشتغل. فاحنا بنتفرج على اللعيبه، احنا وبختنا بقى اللعيبه النهارده كويسين بيأدوا بشكل كويس، بنبقى مبسوطين. اللعيبه بيأدوا بشكل وحش زي ما حصل في مباراه انجولا، واضح ان مفيش تفاهم، مفيش انسجام، مفيش اي شغل. طب معلش انا اسف على المقاطعه كابتن. طب واحنا محتاجين جهاز فني ليه؟ يعني اذا كنا هنعتمد على حاله اللعيبه ومدى اجادتهم، طب يعني طب ما هو اي حد يعمل الموضوع ده. وبعدين مع كامل احترامي، طب هو كابتن حسام سكت ليه طول الفتره اللي فاتت؟ يعني مش هو المسؤول الاول وهو اللي هيتحمل النتيجه ولا يتحط في وش المدفع ويتحاسب؟ طبعا. هو ليه رضي بالوضع ده؟ هو رضي لحاجتين. يعني هو مش عايز يواجه او يعمل اي مشاكل، عايز بطوله الدوري تستمر وتخلص، وطبعا اتحاد الكوره برضو عايز كده. يعني اتحاد الكوره، سياسه اتحاد الكوره ان كان الدوري يكمل وبدون اي توقفات، لان مفيش وقت. هو يعني سوء التنظيم بتاع السنه اللي فاتت شفناه السنه دي وهنشوف السنه الجايه. يعني نفس العمليه، ضغط الماتشات وارهاق اللعيبه. انا هسيبني من السنه الجايه. بس يعني في حاجه على حساب ايه؟ يعني الدوري يكمل على حساب ايه؟ المنتخب ما يتجمعش على حساب ايه؟ احنا بنتكلم على كل المسابقات المحليه والانديه والتدعيم والصفقات بتشتغل عشان مش بس المنتخبات. يعني انا بشوف انه اكبر حلم او اكبر هدف تحققه منظومه الكره في مصر انه المنتخب مش هقول يكسب كاس العالم، يروح كاس العالم. بالظبط، ودي حقيقه. بس ما هو فين وفي سوء تنظيم؟ ما هو سوء استغلال الوقت وسوء تنظيم جداول وعدم انتظام جداول المباريات وعدم بداية الدوري في ميعاد وانتهائه في ميعاد، ده بيأثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على المنتخبات. كان حسام البدري قدامه حلين، لا إما يقاتل على أساس أنه هو، ويمكن أنا معاك في حلقة قبل كده قلت لازم أقل حاجة أسبوع، من 10 أيام لأسبوع أي قبل أي مباراة رسمية لازم يكون في معسكر اللعيبة تتجمع عشان الجهاز الفني يقدر يشتغل ويقدر ينقل فكره، لو هو عنده فكر يقدر ينقله للعيبة. ولكن قبلها بيومين، قبل الماتش بيومين والتلاتة، ده ما بيبقاش فيه اي يعني نسبة من شغل بالنسبة للجهاز الفني. طيب انا كده كمشجع كمواطن مصري افهم من كلام حضرتك، طيب ما تحاسبوش بقى كابتن حسام البدري على حاجة، وما تستنوش من كابتن حسام يحقق النتائج اللي انتوا عايزينها؟ لا، احنا انا عن نفسي نحاسبه عن حاجه واحده، عدم قتاله ان هو يعمل معسكرات قبل الماتشات، لان ده من صميم شغله. يعني انا ازاي هو يقاتل ويحمي نفسه عشان يبين شغله ان هو كان يقاتل مع اتحاد الكوره ان لازم يكون في توقفات قبل الماتشات اقل حاجه اسبوع عشان يقدر يشتغل. هو سلك الطريق اللي هو الاسهل شويه، ان انا مش عايز اخش في الحته دي. الفرقه بتتجمع قبليها بيومين وثلاثه وبنلعب ماتش فنيا عشان الناس تبقى عارفه. فنيا اي جهاز فني غير حسام او غير حسام حتى على مستوى العالم، لو هيجي يجمع فرقه قبليها بيومين هو مش هيشتغل، مفيش وقت للشغل. هيشتغل في ايه؟ يعني هيشتغل في ايه؟ اقصاها هتبقى محاضرات نظريه وبيحط تشكيل وبيقرا الماتش والتغييرات اثناء الماتش، هو ده بيبقى الشغل. انما شغل اعداد للمباراه زي مثلا انا داخل امتحان بذاكر قبليها بيومين، غير لما بقعد قبليها بشهر بذاكر او قبليها ب10 ايام اركز على الحاجات المهمه اللي انا اقدر تخليني انجح. احنا ما بنعملش كده. شايف كده بين قوسين يا كابتن خالد، لا قدر الله انا دايما ممكن يعني اروح لأسوأ سيناريو عشان اذا كان في حاجه نلحقها زي ما بيقولوا في كوركتيف ديسيجن، يتاخد يعني قرار تصلح بيه المسار تاخده دلوقتي، فتروح تفترض أسوأ السيناريوهات وتاخد وتشوف ايه اللي ممكن يتم دلوقتي. طبعا احنا ما عندناش وقت، يعني هو المنتخب بيلعب المشوار التصفيات بتاع الدور النص الاولاني بتاع المجموعات ده في شهرين. من اول 9 لاول 11. لكن طب ما هو الشماعه جاهزه، يعني لا قدر الله لو فقد منتخب مصر الصداره وبالتالي فقد فرصته في التأهل لكاس العالم، الرد جاهز، الشماعه موجوده. ما كانش في وقت ان انا ده انا طلبت وقلتوا لي لا، اجمع قولوا لي لا، معسكر لا، ماتش ودي لا. طب انتوا بتحاسبوني على ايه؟ كويس، هو اللي يتحمل كل هذا هو المسؤولين عن اتحاد كره القدم، سواء اللجنه دي او اللي قبليها. وانت قلت حاجه في الانترو كانت جميله جدا عجبتني، ان احنا المنظومه من 15 سنه ما فيهاش جديد، احنا ماشيين بنفس السيستم وبنفس الفكر.
القديم اللي ما فيهوش تطوير ولا فيه ابتكار. اي واحد مسؤول هيشتغل حاجه ولا بيطور ولا بيبتكر يبقى هو يعني يبقى زيه زي اي حد. هو سؤال بره السياق شويه كابتن خالد، هي المنظومه هنا بتدار بناء على بنسبه كام في الميه يعني علم، وبنسبه كام في الميه خبره، وبنسبه كام في الميه علاقات؟ بنسبه كام في الميه علم؟ 5%. وعلاقات بحبحها شويه كابتن 90%. بحبحها شويه 5%. ده انا كده مبحبحها والله. و90% علاقات و5% الحاجه الثالثه انت قلتها، الخبره والممارسه. نفس ما احنا ما شفناش حاجه جديده، ما شفناش حاجه جديده، نفس الاخطاء ونفس الفكر هو هو. انت عارف انا حسيت في ايه يعني اما طبعا النادي الاهلي بيغرد منفردا زي ما انت قلت في حته ثانيه خالص. يعني يا ريت الناس تشتغل بفكر وبدماغ النادي الاهلي، يا ريت طبعا كنا هنستريح كتير. طيب خليني اخد حضرتك لنقطه ثانيه، يعني فضل. هو ده كان غايب يعني، انت عارف حضرتك لما جينا نبتدي مشوار تصفيات كاس العالم ولقيت الحق هوب الدوري يخلص 27، فالمعسكر بتاع المحليين 28، فالمحترفين 30، فنلعب مع في اسبوع واحد مع انجولا والجابون. افتكرت بالظبط، عارف مسلسلات رمضان لما يبقى يقول لك رمضان الاسبوع اللي جاي فالحق نصور مسلسلات رمضان، هي نفس القصه بالظبط. أيوة. يعني وكان الناس طول السنه اللي فاتت مش شايفه ان في منتخب عنده في خلال شهرين من اول 9 لاول 11 ست ماتشات يتحتم عليه الصداره عشان يروح يقابل معركه. انا شايف الماتش يعني لو ان شاء الله كتب لنا صداره المجموعه دي احنا رايحين لمجزره طبعا. ماتش هيبقى من العيار الثقيل. أيوة. واتمنى يعني ان احنا نقدر نعدي، لكن خلينا في الاولاني اللي احنا عايزينه. ايوه ما كانش حد شايف ده، ما كانش حد بيكلم، حد للأسف بيقول يا جماعه احنا خدوا بالكم الفتره دي لازم. للاسف يا احمد هم شايفين بس ما يعملوش حاجه، يعني هم شايفين وعارفين ولكن عشان ما نخشش في المشكله دي ما حدش بيقدم حلول. احنا ماشيين في نفس في نفس الطريقه. في مخرج كابتن خالد؟ مخرج طبعا، ناس جديده تيجي بقى، مش اللي هم بقى لهم 15 سنه بيديروا كره القدم على مستوى اتحاد الكوره يعني. لا، عايزين نشوف ناس جديده بفكر جديد. لو وصلنا كاس العالم جديدة. لو وصلنا كاس العالم او ما وصلناش تشوف انه ممكن يعني يبقى في تغيير يعني، ولا ده مرتبط بنتائج او مرتبط بانجاز؟ لا، مرتبط بنتائج ومرتبط بان احنا نقيس بقى العمليه، يعني اداره كره القدم دي نقيسها ان هي عمليه علميه بتعتمد على العلم، ولازم يديرها محترفين، ناس ليهم فكر جديد، ناس عندها التطوير والابتكار، لان الدوري بتاعنا محتاج ان هو يتطور وتخش عليه افكار جديده نتيجه ابتكار الناس المسؤوله، عشان نحس بحلاوه الدوري ونحس ان الدنيا اتغيرت. احتماليه انه منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم كام في الميه من وجهه نظرك؟ 80%. واحتماليه انه منتخب مصر يتاهل بالفعل ضمن الخمسه الافارقه او خمس منتخبات افريقيه اللي هتروح كاس العالم؟ 50%. ايوه، في حاجه تتعمل في الفتره اللي جايه دي تعلي من النسب دي من وجهه نظر كابتن خالد؟ طبعا، زي ما قلت لك معسكرات قبل الماتشات بالذات في المرحله اللي بعد دي، يعني احنا باذن الله اللعيبه لو حالتها كويسه النهارده مثلا في ماتش الجابون هنكسب. لو حالتها مش كويسه يعني هي الماتشات دي بتاعت لعيبه. انا هتكلم معاك على الماتش النهارده كوره فني، بس انا بشوف يعني عناوين المرحله الاول. لا، لازم بالذات في المرحله الاخيره اللي هي الماتش اللي هنلعبه رايح جاي مع فرقه طبعا من الفرق القويه، لازم يكون في استعداد كويس، لازم يكون دراسة الفرقة اللي هنلعبها كويس جدا، دراسة فنية. أيوة. بعين متخصصة نعرف مواطن القوة والضعف فيها ايه، بحيث ونقدر ان احنا نزود من نقاط القوة اللي عندنا ونعالج من نقاط الضعف اللي عندنا. عندك مشاركتين مهمين جدا، واحدة في كاس العرب وواحدة في بطولة أمم أفريقيا، الاثنين ورا بعض 12 وشهر يناير في الكاميرون. ده تحدي كبير جدا على مستوى اللاعبين بدايه، يعني كان الله في عون القوام الاساسي لمنتخب مصر. وانا شايف الحقيقه او كنت بقترح قبل كده واخد راي حضرتك ان القماشه اللي بتلعب باسم المنتخب لازم تبقى اكبر من كده اضعاف اضعاف. يعني الحمل البدني للعيبه مصر كلها والاهلي خصوصا تعرضوا ليه على مدار الموسمين الاخرين صعب جدا يكملوا بيه الموسم اللي جاي، وصعب جدا تاخد منهم المردود بتاع 100% على المستوى الفني في كل لقاءات منتخب مصر.
تتعامل مع الدايلاما ازاي؟ عندك بطولتين مهمين، عندك تلاحم مواسم، عندك ضغط مباريات بالنسبه للاعيبه على مستوى الانديه والمنتخبات. هي البطولتين كاس العرب وكاس افريقيا دول هيبقوا معترك قوي جدا عشان نقدر اللعيبه تقدر تقيم نفسها، وهيبقى فرصه للشعب المصري يقيم الجهاز الفني فعلا في معترقات قويه وبطولات قويه وماتشات قويه. حته الاجهاد والارهاق والكلام ده كله، معلش انا عايز اتكلم في الحته دي عشان يعني الكلام زاد في الحته دي. كره القدم من الالعاب الجماعيه اللي بتعتمد على قدره التحمل. تمام. قدره التحمل لعيب الكوره محتاج 72 ساعه عشان يستعيد شفاه من قدره التحمل. لو افترضنا ان ماتش الكوره ده اللي مدته 90 دقيقه، وفي بعض البطولات ممكن يتطرق يبقى 120 دقيقه، ده بيخش تحت بند التحمل. انا عشان استعيد شفائي من بعد اي مباراه عايز 72 ساعه بس، مش عايز اسبوع، مش عايز 5 ايام، لو 72 ساعه بس. ويعني التدريبات بتاعت الاستشفاء ناس متخصصة فيها تقدر ترجع اللعيب لحالته الطبيعية، مش هيبقى فيه إجهاد. إنما يلعب ماتش تاني بعدها ب 72 ساعة، هو كل 3 أيام لو ماتش. أيوة. وحالات الاستشفاء اتعملت بشكل علمي مظبوط بناس فاهمة، لأن كرة القدم بيتعلم مش فهلوة. أيوة. علم واجهزه وتكنولوجيا وطب رياضي، ده علم، ده يخش تحت بند العلم مش بالفهلوه، مش زي زمان هننزل المختص شويه فهنفوق، لا في حاجات تانية، حاجات جديده وحاجات متطوره. اللي بيبقى فاهمها وبيعملها لعيب الكوره، لما انا اجي اسمع ان لعيب كوره لعب مثلا النهارده وبعد 3 ايام هيلعب ماتش ويجي يقول لي انا مجهد، مش هسال فيه لان هو هيستعيد شفاه بعد 72 ساعه. وده مش رايي على فكره، ده في علم الكوره، يعني دي ما فيهاش اراء. فانا اتمنى حته الاجهاد والكلام دون، لو احنا قدرنا ان احنا كل ماتش يبقى ما بينه وبين الماتش اللي بعديه 72 ساعه، هتبقى الامور ماشيه بشكل طيب. كويس. الجابون مش قوه عظمى ولكنها تمتلك لعيبه مميزين، ويمكن ابرز لعيب عندهم اوباميانج. ايوه. منتخب مصر بيزيد عليه النهارده في قوته الضربه محمد صلاح، رغم انه طبعا انت بتتكلم على 48 ساعه وصول قبل المباراه، يعني اكيد ما اتمرنش مع الفرقه، او لو اتمرن حاجه خفيفه جدا. أيوة. لكن خليني اسمع رايك اكتر في وجهه نظرك الفنيه في ماتش الجابون، بس بعد ما نروح لفاصل اخير ونرجع تفضل. نكمل كلامنا. حضراتكم مره ثانيه، وارحب طبعا بالكابتن خالد جدالك، الكلام معاه ممتع الحقيقه على الهوا وفي الفاصل، يعني ما تملش ابدا انك انت تسمع كابتن خالد وهو بيتكلم مره ثانيه. اهلا بيك كابتن. اهلا خالد. بيك يا احمد، الله يخليك. انا كنت بكلمك وبدردش معاك في الفاصل على ان احنا كنا لسه في سادسه عارضين يمكن الاسبوع اللي فات. أيوة. في نهايته تقرير عن كريستيانو رونالدو وازاي هو قادر يحافظ على نفسه لغايه دلوقتي، كلام بقى على فكره اجهزه الاستشفاء، كبسولة النوم، نظام التمرينات المقاومة، نظام التغذية. مش بس ده جزء من الصور طبعا، واحدة من الحاجات اللي عمل نقلة فيها التاك اوف بتاعه طبعا. عنده قدرة غريبة جدا على انه ياخد تاك اوف عالي جدا ويثبت بجسمه في بعض اللقطات كده، بيثبت بجسمه فعلا في الهواء لاجزاء من الثانيه. ده على فكره الصور دي في بيته، يعني ده في البيت عنده. دي حاجات مش مرتبطه بالنادي، الحاجات يعني دي ده نظامه الغذائي، بينام قد ايه، بينام في كبسوله نوم، بيشتغل على نفسه شغل جامد جدا. برضه حته التغذيه عشان نوصلها برضه للعيبه، ما انا لو وزني مظبوط واقل من، يعني انا لو طولي 180 المفروض في الطبيعي يبقى وزني 80 كيلو، طب ما بالك بقى لو انا بقيت 75 كيلو. ما هو دي برضو من احدى الحاجات اللي لازم الواحد يعملها في نواحي الاستشفاء، يعني طريقه من طرق الاستشفاء. ليه؟ لان وانا بجري لو انا شايل حمل زياده 2-3 كيلو زياده، أيوة. ما انا هيبقى هيحصل لي اجهاد طبعا. ولكن لو انا وزني اقل من المفروض هبقى مش شايل وزن كتير، هبقى اسرع، هبقى اخف، كل حاجة. هبقى يعني في كل حاجة طبعا. فعشان كده رونالدو شوف بياكل ازاي، محافظ على نفسه ازاي، شرب السوائل والميه بالذات. انت تلاقي في عندنا لعيبه ممكن ما تشربش ميه بشكل كتير، ولكن لا بتساهم بشكل كبير جدا في عمليات الاستشفاء. التغذيه السليمه، ازاي اشتغل على نفسي. انا دلوقتي راجل محترف وباخد فلوس بسم الله ما شاء الله كويسه، لازم اصرف على نفسي، يعني لازم اصرف على نفسي عشان اخلي نفسي الشيب بتاعي بتاع جسمي وبتاع حياتي واللايف ستايل بتاعي لازم يبقى محترف، لان هو ده هيجيب لي فلوس اكتر. هو الاحتراف
مش مرتبط بفكرة العقود ومش مرتبط بس بفكرة الفلوس. لا ده طبعًا مرتبط بالمنظومة كلها لايف ستايل والسلوك بتاعك وتفكيرك وفكرك. إدارات أندية مختلفة طبعا، أجهزة فنية مختلفة طبعا، لعيبة مختلفة أيوه، نقل تلفزيوني مختلف، كل حاجة، حقوق بس وحقوق رعاية مختلفة أيوه، ملاعب، كلام في الكورة، كلام في الكورة محترف، كلام في الكورة محترف حقيقي، المنظومة كلها محترفة. احنا بنشوف دلوقتي ناس بتطلع بتحلل في الكورة، يعني بتحلل بتتكلم في الكورة وتحلل بشكل كبير جدا، هي ما لعبتش كورة يعني، برضو الحاجات اللي ممكن ما تشوفهاش غير عندنا يعني من الحاجات. ليه؟ لان فقد الشيء لا يعطيه. طب خليني اكلم حضرتك اكتر على ماتش النهاردة بقى. اتفضل. بالتأكيد في اسئلة كتير جدا وفي حاجات كتير جدا شغلة. طبعا حضرتك عارف انه في اكرم توفيق غاب في المباراه الاخيره، وورا منه على طول رمضان صبحي غاب للاصابه، تريزيجيه والنني مش موجودين، صلاح الحمد لله رجع. ايه الحاجات اللي شغله بال حسام البدري النهارده، وايه علامات الاستفهام اللي عايز يقلها رد قبل مواجهه مع الجابون؟ اللي شاغل بال حسام الاداء والنتيجه يعني، ده والنتيجه الاول قبل الاداء رايح يكسب المفروض، لان ماتش النهارده ده يريحنا يعني، بيعدينا طيب بنسبه كبيره جدا. انت قلق من الجابون؟ انت تقلق من انا اقلق من اي فرقه؟ انت تقلق من اي فرقه؟ طبعا، لان انا مش ضامن احنا مستوانا هيبقى عامل ازاي. هل هنبقى كويسين في حالتنا وفي حاله اللعيبه على المستوى الفردي والجماعي ولا لا؟ احنا دلوقتي نامل على المستوى الفردي ان اللعيبه بتاعتنا تكون كويس. صلاح في 48 ساعه يقدر يشكل فرق؟ ممكن يعني، لو ما خافش على نفسه وخاف على رجليه، لان هيلعبوا عليه جامد فبرضه لو هو ما خافش على نفسه وعلى رجليه لا يستطيع ان هو يعمل لك فارق. وصلاح على فكره من نوعيه اللعيبه مش شرط يكون كويس طول الماتش او طول الفتره، لا هو في كوره بيفوق كوره ممكن يخلص لك الماتش. نتمنى ان هو يكون موفق النهارده باذن الله، ولان هيلعبوا عليه جامد. وزي ما بقول لك احنا على المستوى الجماعي ما نقدرش نلوم الفرق كتحركات جماعيه سواء في الهجوم او في الدفاع، لان هو مفيش تمرين. احنا كل هدفنا النهارده على المستوى الفردي اللعيبه تكون في حالتها. أيوة. لو اللعيبه في حالتها. مين اجاد من وجهه نظر كابتن خالد جد الله في ماتش انجولا؟ في ماتش انجولا؟ يعني لما اجي احط التشكيله النهارده، هو عنده مشكله في التشكيل، عنده بعض المراكز ممكن شويه تضايقه او يبقى حيران فيها. أيوة. لكن خليني الاول ابتدي باللي نوره، يعني شايف مين اللي قدم؟ محمد شريف. محمد شريف. بس الباقي كان عادي يعني، ما تفهمش. هبتدي بقى من الاول وجديد يفكر في تشكيله النهارده. طب ما تحط لنا التشكيله المتوقعه والافضل من وجهه نظر كابتن خالد النهارده. التشكيله يعني هم يعني والطريقه برضو هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها في القاهره قدام انجولا، ولا تتوقع انه بيلعب بره مع هو الجابون؟ على حسب الطريقه، هتحدد على حسب مستوى فرقه الجابون. انا ما اتفرجتش على الجابون قدام ليبيا بصراحه يعني، هم خسروا في الدقيقه 2-1 خسروا 2-1 وفي اخر دقيقه. ولكن الطريقه هو هيحددها على حسب مستوى فرقه الجابون اللي هو اتفرج عليها، ولكن الطرق اللي احنا الطريقه اللي احنا بنلعب بيها واخدين عليها ولاعبتنا واخده عليها 4-2-3-1، لان لو هو حاطط هدف ان هو يكسب النهارده يلعب كده تمام. لو هو مش حاطط الخايف ان هو يخسر فعايز المكسب او الدرون، ممكن يقلبها 4-3-2-1، ولكن انا من وجهه نظري نلعب 4-2-3-1 احسن، وهنبقى اكثر ايجابيه على المرمى نحاول ان احنا نكسب. نلعب بمين يا كابتن خالد؟ ما هو اصل انت مش تقدر تغير كتير، هم الناس اللي لعبوا الماتش اللي فات طبعا محمد الشناوي، الاثنين مساكين حجازي والونش. فتوح عمل ماتش حلو من وجهه نظرك؟ الماتش كان كويس، كان كويس مش وحش. يعني تفضل تبتدي بيه النهارده ولا تبتدي بعبد الشافي؟ والله الاثنين يعني، عبد الشافي يمكن خبره اكتر ولكن ممكن عبد الشافي يبتدي النهارده، بحيث ان هو يقدر يقف في الحته دي اكتر من فتوح. فتوح برده واجباته الهجوميه برده بيقوم بيها بشكل كويس. أيوة. احنا عايزين يعني الديفنس بتاعنا يبقى واقف بشكل تمام. باهر المحمدي اقنعك في باك؟ لا ما اقنعنيش، مش عشان هو وحش، عشان هو السنه دي يعني كان غايب كتير جدا، وبعدين ما بيلعبش هو مكانه مساك. أيوة. مره واحده لما تيجي تحطه ناحيه اليمين، ولكن اتمنى لو لعب ربنا يوفقه. يعني احمد توفيق الاقرب النهارده؟ احمد توفيق برضه بنلعب باك يمين. ربنا يعني ربنا يكرمه يكون كويس. نص الملعب طارق حامد والسولية، ولكن يمكن انا ليالي تعقيب في الحته دي. انا شايف السولية حمدي فتحي هيبقى الدنيا احسن شويه،
والتفاهم هيبقى موجود والمجهود موجود والسرعه موجوده والباص الكويس بيبقى موجود. طيب خلينا بقى خلينا اقول لحضرتك التشكيل المتوقع النهارده جالنا اهو على الهواء. الشناوي زي ما حضرتك قلت حراسه مرمى. أوكي. قدامه باك شمال ايمن اشرف ومعاه الونش وحجازي، وفي اليمين احمد توفيق زي ما قلت لحضرتك. اوكي. يبقى التغيير الوحيد اللي قلناه هو ايمن اشرف. ايمن اشرف مكان فتوح، يبقى هو فتوح. عايز واحد ديفندر اكتر. اه عايز يقفل. تمام. في النص ثلاثه السوليه وطارق حامد وعمر جابر. ده اللي انا قلته. تمام. 4-3-2-1. أيوة. قدامهم قفشه وصلاح وقدامهم محمد شريف. اوكي. خلاص. مصطفى محمد دخل برده مع الفرقه هيبقى احتياطي النهارده لشريف. يعني انا لو منه مش هحط التشكيل ده، مش هلعب كده ولا بالطريقه دي ولا بالافراد دول. اه. لا. ليه؟ لا لحاجه يعني هو احنا لا يعني انت لا انا يعني قلنا في الطريقه والتشكيل هو ده لو عايز يكسب نلعب 4-2-3-1. ما هو السؤال هنا انت أي. شايف ان التشكيل ده هو خايف نفسه راح يلعب خايف يلعب على نقطه لا يلعب يعني على نقطة. وهيعتمد بقى على صلاح ومحمد شريف يعني وباصه من قفشه لحد فيهم ان يجيب جول. يعني النهارده نتوقع الشكل اكتر يميل للناحيه الدفاع طبعا ايمن شكل. اشرف ايمن اشرف دفاعي اكتر من احمد فتوح بكتير جدا. الثلاثه ديفندر في نص الملعب، ما انا قلت لك يا اما هنلعب كده لو هو عايز يكسب لا اما لو خايف ان هو يخسر هيلعب ثلاثه. لعب بثلاثه عمر جابر طارق حامد عمرو السوليه. تمام. انا ليالي تحفظات على عمر وعلى طارق. تمام. وبيلعب بالثلاثه اللي قدام قفشه وصلاح ومحمد شريف. مزبوط. هو بيعتمد على ايه بقى؟ صلاح يفوت في واحده، قفشه يشوط كوره واحده، كوره ثابته قفشه يجيبها جون، شريف جاب جون. يعني انما بنامن بسبعه لعيبه. ده هياثر علينا في الشكل الهجومي طبعا بشكل كبير. هو ممكن سيبك بقى كابتن خالد من تصفيات كاس العالم خالص. أيه. وسيبك من الموسمين والتلاحم هو انت شايف انه في مصر النهارده انا عندي 14-15 اسم اقدر اعمل بيهم منتخب يقدم كره قويه ويرجع لمنتخب مصر شخصيته، ولو وصل كاس العالم يروح هناك يعمل عروض تقول انه مصر فيها كوره، ولا الكلام ده احنا ما نفكرش فيه؟ لا دلوقتي لا ما نفكرش فيه، ما نفكرش فيه. ما عندناش. مش موجود. لا القماشه دي مش موجوده. ان انت تروح كاس العالم وتادي وتلعب كره مفتوحه وتهاجم وتدافع، لا ما نقدرش، ما فيش الكلام ده. وبعدين يعني هي كره مش حفظ. يعني احنا في حاجات بتحصل، يعني مش معنى ان انا عايز خايف ما اخسرش فلاعب ثلاثه ديفندر في نص الملعب، هي مش حفظ. وعايز اكسب اشيل ديفندر واحط واحد مهاجم، هي مش حفظ، هي مش كده. انا ممكن العب 4-2-3-1 وازود من الواجبات الدفاعيه بالنسبه للعيبه. يعني انا لو هلعب 4-2-3-1 الثلاثه اللي تحت راس الحربه دول لو في الناحيه الدفاعيه هيرتدوا لنص الملعب وبشكل كويس، انت يبقى عندك خمسه في نص الملعب بتلعب 4-5-1. يعني 4-2-3-1 دي وانت بتهاجم وانا بدافع بتتقلب 4-5-1. فانا كده مقفل الدنيا كويس قوي. مش معنى ان انا هقفل العب بثلاثه ديفندر، عمرها ما كانت الكوره كده. لا 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 يعني مش كده خالص. يعني عمرها ما كانت الكوره ان انا ده انا ممكن يعني هقول لك ايه، ممكن العب باثنين صناع لعب ويكون عندهم مقومات ان هم يقدروا يرتدوا ويدافعوا، هبقى شكلي وانا بدافع احسن. ايوه. فاحنا كده حفظ على ملعبنا 4-2-3-1 تطلع بره تجيب ثلاثه ديفندرات يبقى 4-3-2-1. لا عمر ما الكوره ما فيهاش ثوابت، كلها متغيرات. والله يعني الواحد غيران على المنتخب وصعبان عليه العشر سنين اللي فاتوا. الحقيقه شايف ان الكره المصريه كانت تستحق. كان عندنا أفضل من كده. مطبات وكان عندنا ظروف صعبه كتير. أيوة. لكن كنت شايف ان احنا افضل من كده، نستحق ان نكون في حته افضل من كده بكتير. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر النهارده قدام الجابون. طبعًا. واتمنى ان المنتخب يقدم عرض يطمن جمهور الكره المصريه على فرصتنا. خدوا بالكم انه الناس وهي بتتفرج على المنتخب بتبقى مش بس بتتابع الماتش ده، لكن كمان بيتكون عندها احساس احنا قادرين نوصل كاس عالم ولا لا. فاتمنى العرض النهارده يكون قوي. وفي حاجه بس يا احمد بعد اذنك، فضل الاربعه الديفنس اللي بيلعبوا النهارده اساسهم مساكين. الاربعه بيلعبوا مساكين. يعني هو ده يدي لك مفهوم احنا في الناحيه الهجوميه هنبقى قلقانين من اوباميانج شويه. يعني مش عارف على كل ده ليه، انا مش شايف المنتخب فيه غير اوباميانج بصراحه. ايوه بس يعني هو القلق مش ما احنا هم مش هيبقى برضو قلقانين من صلاح، هيحطوا اربعه سردباكات اساسا، باك رايت واثنين مساكين وباك ليفت.
طيب نروح اروح للاهلي مع حضرتك. ويمكن من اخبارنا النهارده خبر عن بيتسو موسيماني، مفترض على فكره بالمناسبه مستر بيتسو موسيماني يرجع يوم الثلاثاء اللي جاي ويبتدي الفرقه ترجع مره ثانيه للتدريبات. كان ليه بعض التصريحات كده، عملوا معاه انترفيو وهو في اجازته في جنوب افريقيا على سبورتس نايت لايف، وكان اتكلموا معاه او بدايه الكلام معاه كانوا بيتكلموا على ان في بعض الاصوات اللي نادت انه الاهلي ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني، وكان رده انه عايزين يمشوني، او الاصوات دي يعني عايزه تمشيني عشان خسرت اربع ماتشات بس مع النادي الاهلي من 52 مباراه، لو عايزين يمشوني يمشوني، بنوع من السخريه يعني. رايك في الناس اللي طالبت بانه موسيماني يرحل عن الاهلي بعد، في وجهه النظر يعني تقول موسيماني يرحل بعد خساره لقب الدوري؟ لا طبعا، يعني هو مدرب مدير فني ناجح بكل المقاييس، كم البطولات اللي خدها يشفع له، كم المباريات اللي كسبناها بتشفع له. انا مش عارف، ما هو برضو اللي بينقد لازم يبقى فاهم عشان يقول كلام يعني منطقي. انما فعلا يعني ايه منطقي؟ لا يعني راجل 52 ماتش هنا خسر اربع ماتش، يمشي فين من لما موسيماني يمشي؟ طب مين هيقعد؟ انا مش عارف يعني خمس بطولات من ست بطولات دخل فيها في سنه، طب يمشي ازاي يعني؟ انا مش فاهم. اتكلم على بيرسي تاو وعلى سوني لويس ميكسوني، احنا بنقول سوني هنا في السادسه عشان الاسم طويل قوي. ايوه بالظبط، فبنقول سوني تاو وسوني. اوكي، اتكلم على الاثنين دول وقال ان هو متحمس جدا للصفقتين دول على وجه التحديد، وبالمناسبه هو يمكن حضر لهم هم الاثنين عشان بقى لهم فتره يعني بعاد مش بيشاركوا برنامج تاهيلي وتدريبي عشان يقدروا يستعيدوا فورمتهم مره ثانيه. ده يخليني اسالك برضو عن رايك في صفقات الاهلي الجديده. لا، اضافات طبعا جامده جدا، نتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى. الاثنين متحمس لمين يا كابتن خالد؟ اكيد في حد، هم كلهم كويسين، هم بس كلهم انت كويسين، انت هم متحمس. الاثنين بيرسي تاو وسوني باذن الله هيبقوا اضافه. ويمكن انا كنت هنا برضو واتكلمت من فتره من ايام سيمبا والبطوله الافريقيه. أيوه. لعيب كويس، وبيرسي تاو لعيب كويس جدا، اتمنى ان هم يكونوا اضافه باذن الله، بالذات في الخط اللي تحت راس الحربه، ويكون التوفيق معاهم. وحاجه كويسه جدا مستر موسيماني ان على طول، ما هو ده بقى الشغل الفني المظبوط، اتعمل لهم برنامج عشان يعدوهم بدنيا بشكل كويس، لان هم كانوا بعاد الفتره اللي فاتت، بحيث ان لما الفرقه تبتدي يبتدوا داخلين معاهم واقفين على رجليهم. الدخله دي بتبقى صعبه على كتير من اللعيبه، يعني بنشوف انه في لعيبه جت، خد بقى حاجه برضو، الضغط الجماهيري بيبقى مشكله بالنسبه للعيبه وخصوصا المحترفين اللي مش فاهمين قوي طبيعه النادي الاهلي ومش فاهمين طريقه تفكير جماهيره. أيوه. شايف الدخله الانسب ليهم يخشوا تدريجيا، ولا في حال ان هم جاهزين؟ انت عارف انه احتمال البطوله بتاعه كاس مصر تتلعب والاهلي يعني بيسمح فيها بمشاركه الصفقات الجديده، فمن الوارد انه يبقى فيهم ليهم مساحه المشاركه مع ده كابتن خالد، ولا ان احنا نستنى عليهم شويه ويخشوا تدريجيا مع السكواد؟ هو حسب استعدادهم بقى البدني والفني. يعني لو هم بدنيا وفنيا في حاله كويسه مفيش مشكله تديهم على طول. طبعا، لان دول لعيبه محترفه ولعيبه يعني برضو عندهم خبرات كويسه يعني وامكانياتهم الفنيه كويسه دايما. أيوة. انت ما تقلقش من اللعيب اللي عنده امكانيات فرديه عاليه، مش هيتزنق يعني، هو هيتاقلم مع اي ظروف. فلو هم جاهزين بدنيا وفنيا مفيش مشكله ان هم من البدايه، لو هم لسه قدامهم شويه وقت ممكن على فترات زي ما انت قلت. بمناسبه الكاس، شايف انه الافضل استكمال الكاس ولا الغاء البطوله؟ يعني انا برضو مش عارف الانديه امتى، يعني طبعا جمهور النادي الاهلي اعتقد 90% منه رايح لفكره ان احنا لا نكمل الكاس، لانه ان شاء الله باذن الله فرصنا كبيره فيه، عايزين البطوله. لكن برضو فكره انه تكمل موسم وتبتدي بعديه تخش في دوري ودوري ابطال، وبعد كده اللعيبه تبقى مع المنتخب ويبقى عندك كاس عالم ودوري ابطال جديد، مع ايه يا كابتن خالد؟ او شايف المخرج من الموضوع ده ازاي؟ المخرج لا يعني بالنسبه لنا الاشتراك، احنا في ثلاث بطولات جايين، يعني كاس مصر سوبر ورايحين كاس عالم الانديه. مظبوط، الوقت ده مهم جدا والبطولات مهمه جدا، لان جمهور النادي الاهلي بيحب يحصد كل البطولات. انا اتمنى يعني اللعيبه هتيجي على نفسها شويه وهتضغط بشكل كبير يعني نتيجه الاشتراك في كل بطوله، بس احنا عايزين باذن الله نعوض البطوله اللي راحت مننا في اخر ثلاث ماتشات، والبطولات دي ناخدها
عشان جمهور النادي الاهلي يفرح باذن الله. باذن الله. احمد عبد القادر وعمار حمدي اخر الاسماء اللي رجعت، يعني اولادنا اللي كانوا معارين في الاتحاد وفي سموحه، والاثنين قدموا اعتقد مردود محترم جدا الموسم ده، وانا شايف او براهن عليهم بشكل كبير الاسمين دول تحديدا. رايك فيهم ايه وفرصتهم في المشاركه مع الصفقات طبعا اللي الاهلي دعم بيها؟ الاثنين لعيبه كويسين جدا، عمار واحمد، عندهم من المقومات ان يوصلوا يبقى ليهم يبقوا سوبر حاجه. أيوة. سوبر. ولكن انا هقول لهم كلمه لازم يحطوها في ودانهم، اللعب مع النادي الاهلي امام الفرق غير اللعب وانتوا لما كنتوا مع الاتحاد السكندري وسموحه. اللعب مع النادي الاهلي قدام اي فريق هتلاقي المساحات مقفوله والفرق بتدافع قدامك، مش نفس الشكل اللي كنتوا فيه في سموحه وفي الاتحاد السكندري. محتاج منكم تركيز كبير جدا واراده جامده جدا وصفات اراديه بشكل كبير جدا، وان انت تشتغل على نفسك جوه الملعب وبره الملعب عشان تقدر تظهر بمظهر كويس. عايز تعليق من حسام حسن وكريم فؤاد. حسام يمكن الاهلي عانى شويه في الموسمين الاخيرين، مروان بعد لفتره مش قليله ما كانش موفق بشكل كبير، جونيور لعبها شويه، بواليا جه صفقه ولكنها يعني ما خدتش فرصتها بالشكل الكامل او ما خدتش المساحه اللي تقدر تثبت فيها وتاكد انه جدير بانه يكون راس حربه، وتم اعارته. باستثناء شريف ما شفتش حد منور قوي في روس حربه النادي الاهلي. يجي حسام حسن يخش في منافسه مع شريف، فرصه ايه وتقييمك ايه لصفقه حسام حسن؟ لا، حسام من اللعيبه الكويسين، من الهدافين الكويسين. محتاج برضو منه الوقت اللي جاي ان هو يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، لان هو في وسط منظومه قويه جدا، في وسط لعيبه جامده جدا، عشان يثبت نفسه ويخش معاهم في القطر بتاع النادي الاهلي اللي ماشي هيحتاج منه شويه مجهود وتركيز كبير. ولكن هو هداف كبير جدا، لعيب كويس جدا، ومش شرط ان يبقى فيه منافسه هو شريف. هو خلي بالك هما ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض. ما فيش اي مشكله. هو خط الهجوم بقى زحق يعني النهارده، انت يعني هو يا بخت راس الحربه اللي هيلعب بدايه يعني. أيوة. بيلعب ورا منه ما شاء الله النهارده، عندك الشحات، عندك طاهر، عندك بيرسيتا، وعندك سوني، عندك ورا دول قفشه. شريف ممكن يلعب جناح ما يلعبش راس حربه صريح، فبالتالي يعني هيبقى وراه سكواد محترمه جدا يعني. احنا عشان بنخش في كذا بطوله، واي بطوله بنخش فيها مطالبين ان احنا نكسبها، فيعني من بختنا ان يكون عندها لعيبه كتير كويسه. كلمه اخيره وسريعا لكريم فؤاد. ربنا يوفقه، وهو لعيب كويس يشتغل على نفسه كويس، وطبعا حاجه كبيره جدا تحسب له ان هو انضم للنادي الاهلي. اتمنى ان هو يستغل الوقت ده بشكل كويس. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في السادسه، بنسعد بيك دايما كابتن خالد. الله يخليك يا احمد، شكرا، الف شكر. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.